honnêtement, tant que l'Algérie souffre, je souffre. On souffre tous, Liège. Si on ne souffrait pas, qu'est-ce qu'on est en train de faire à 10h du soir, un vendredi soir? والله العلي العظيم احمد تكون جيت نقدر ننسى الجزائر غير ننساها. Je suis d'accord avec toi. ما الله غالب. Je suis d'accord avec toi. Elle est là, في العروق. Et on ne peut pas, la reine, on ne peut pas. احمد تحب تضحك؟ احمد كيديروا لي يحطوا لي في الماشينه تاع الدياليز والدم تاعي يخرج نشوف مكتوبه فيه الجزائر 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 كرهت جري قول سي فري يا جماعه ما لو بي لو بي البلاد تسكن فيه بنادم على بالي شعب جايح شعب مهبول مزطول مقود مكرفص بصح الله غالب كيما قال الشاعر بلادي وان جارت علي عزيزه وقومي وان ظنوا علي كرام اون بو با تقدرش نخلع جلدي انا نحي لحمي نخلعو لا 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 غالب احمد دونك سي ان ديفوار انا مون بروبليم يا جماعه مش مع الناس اتونسيون 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 نقولها تروا فوا تفهموا باللي عندي مشكل مع زيتوت مع عبود هشام مع عبد الصمار مع ابو خرص الياس امير ديزاد مع بن سديره والله ما عندي مشكل مع حتى واحد منهم عندي مشكل مع لي بوزيسيون بوليتيك نتاعهم لي جون جي با بروبليم معاهم مي الاستغباء انا عندي كي نكذب على الجزائريين سي كوم سي اغتصبتهم سي كوم سي فيوليتهم فوالا سي ان فيول دونك ستاديون اللي تكتب واحد تكتب على واحد اللي خطير مسكين واللي ما على بالوش واللي يبنك بنيه تاعو ستاديون. عطا احمد نجاوب واحد برك سامحني. وي زكي زيكو يا رحماني راك غير تراوغ يعني تريبلي وين راهي الحلول عجل بها الى راك على حق. زكي زيكو مدينا 70 مليون حل في حل ديجا ديال الاولى لكن الحلول اللي تحوس عليها تا زكي زيكو كانت عند الانبياء والرسل. وعند الملوك كانت عند سيدنا سليمان نبي ملك وكانت عند ذو القرنين انا ماني حتى واحد من هادو دونك ما طلبش الو اسامه نور واش رايك في النظام الفيدرالي في الجزائر هل يصلح مع الاقتصاد الذاتي للمقاطعات يا اسامه نور فرنسا فيها لي ريجيون وتحت لي ريجيون كاين الولايات الامريكان عنده لي زيطا لانه الدول اتحدت الكندا عنده دي زيطا لانه الدول اتحدت لا بلجيك سي دي زيطا لانهم دول اتحدوا احنا ماناش دول احنا في الاصل اصل واحد دوله واحده بصح كي يعود التسيير الاداري ما تقولش فيدراليه احسن انك تقول لا ديسنتراليزاسيون القضاء على المركزيه معناتها مثلا لو كونساي ولايال كي قرر يمد ليسونس نتاع فارماسي والله هو اللي ديسيدي ماشي لا كابيتال الجي ديسيدي كي مثلا الولايه بيان سور افيك اون اوتر ستركتور ادمنستراتيف مثلا الولايه تقرر انها تمنح ما على باليش انايا دي زوتوريزاسيون والله ما مزيش تحتاج تاع الجي خلاص كذلك احنا في البرنامج تاعنا تاع لافافي باش تكونوا في علمكم باش يتسلك احنا عندنا المير هو البرلماني احنا حطينا المير في مركز السلطه الحقيقي يعني مير كي يطلع مير راك برلماني بعد ولو ديفلوبمون دي كومون سي ان ديفلوبمون ريجيونال بصح فيدراليه كيما تقول تاع فيدراليه ما نقدروش باسكو في الحاله هذه لازم تعترف انه المناطق هذه اللي راح تكون فيدراليه مش مناطق عندها نفس الطبيعه مش من نفس الشعب مش من نفس الدوله شغل تقول لي مثلا نقسموها على النواحي قال الناحيه الاولى القبائل الناحيه الخامسه قسمطينه وعنابه وهادو صحاب بعضهم ومن بعد عندك ناحيه تاع الجنوب الصحراء ومن بعد عندك ناحيه في الغرب ونولي ونسميه باسم النواحي لو بوبل فاسي دونتيفي او ريجيون هنا راك دخلت في التقسيم لانه اتونسيون لازم ديما نحسبوا
يا أسامة نور، لازم ديما تحسب لما تقسم إداريا ما هي التفاعلات السوسيولوجية التي تنبثق عن هذا التقسيم الإداري. باسك التقسيم على أساس الفيدرالية تهضر عليه، بقى علاش فيدرالية؟ إبن نقسمه خير. لا بالكانيزاسيون دالجيري كيما لي بي دو بالكان دو بالكان فوالا نتقسموا. قال قسمتين اربع ولايات معها دوله ورجلها دوله وكل واحد يروح دوله وخلاص. اتونسيون يفو فار تريز اتونسيون. ان اكت كونسيديري ا بروميير فيو كوم اكت بوليتيك ادمنستراتيف بو سو ترانسفورمي اون اون كريز ماجور سوسيال اي بوليتيك. تولهو احسبوا مليح يا جماعه. بصح لا ديسنتراليزاسيون انا معاك، انا معاك، ما عنديش على واش انا الجزائر تحكم في كلش. الجزائر ما تحكمش في كلش، الجزائر سي لا كابيتال بوليتيك. صارت لا البان لو ديفلوبمون ريجيونال لي بروجي اكسيتيرا بيان سور سي بار رابور او بودجي. كاين ان بودجي لوكال بلس ان بودجي ناسيونال كي فيان رانفورسون البودجي لوكال بار رابور ا حوايج بزاف. هادي سا بوس ديسيدي سكون ابل لي مود دو جيستيون ادمنستراتيف، يعني تاع تاع كيما نقولوا حنايا تاع الدول تاع الدوله والشعب والمرافق و... وي بصح ما تقولوش فيدراليه، لانه كي تقول فيدراليه تخرج على المجال خلاص. واحد قال لي انت ضابط، انا مانيش ضابط، انا كبران، انا كبران كنت نخدم في الفرماج، نحسب الكراتون تاع الفرماج والزيت والزبده اللي نمدهم لي كونتين ولي... مانيش اوفيسيال. كي عادوا لي اوفيسيال هكذا انا مانيش اوفيسيال باك فوالا. Pour moi, être officier ou l'être lié au cadre, c'est un déshonneur. Je préfère être un caporal. Pourquoi nous gonfler avec vos réflexions? Non, c'est toi qui gonfle l'audit matin et qui dit semaine. Moi, je te gonfle pas avec mes réflexions. D'ailleurs, si je te gonfle avec mes réflexions, ça fait longtemps que tu aurais eu des triplés. وي باس قال كلمه ما يفهمهاش حمد، ما يعرفش الاصل تاع الكلمه اللي قالها. Non, mais j'ai rien dit. En fait, il a utilisé un terme, Ahmed, qu'il ne comprenait pas. Goûte-le si je te gonflais. Ça fait longtemps que tu aurais dû tripler.